يا مساء الخير والفل والياسمين. النهاردة عملت بيتزا زي ما انتو شايفين، بيتزا جميلة جدا هتعجبكم ان شاء الله. والعجينة بتاعت بيتزا صراحة ولا اروع، جميلة. عملت بيتزا بالسجق والكفتة، تعالوا معايا بقى نشوف الطريقة. عندي هنايا كوبين دقيق ابيض وكوب دقيق اصفر اللي هي السميد الناعم، وعندي نصف معلقة سكر ونصف معلقة ملح، وعندي معلقة طعام خميرة فورية. بحط هنا السكر والخميرة، هزود عليهم مية دافية، هزود ماء دافي ونحاول اللي ما يكونش مية سخنة عشان ما تموتش معايا الخميرة، تطلع علينا العجينة بيتزا جميلة. اخلطهم شوية وبعدين اغطيهم اسيبهم مدة 5 دقايق. حطينا بس السكر والخميرة، قلت معلقة فورية ونصف معلقة صغيرة بتاع بيكنج باودر. لو عايزين تتخلوا عن بيكنج باودر مش مشكلة، انا بحط بيكنج باودر عشان تجيني هشة العجينة بتاعت بيتزا. بعد 5 دقايق بحط الملح، هنا عندي نصف معلقة توم باودر، وهنا زعتر، زعتر البلدي، انا عاملة الزعتر المغربي بيدي طعم وريحة جميلة في البيتزا صراحة. ثلاث معالق زيت زيتون، ونقلب كل العناصر مع بعض. كويس أوي لغاية ما يندمجوا مع بعض، وبعدين افضل انزل بالدقيق. هنا حبيبي بقلب كل حاجة كده، بقلبهم مع بعض، وبعدين بزود عليهم الدقيق الأصفر. ولم العجينة، حاول ألم العجينة بإيدي. عشان نحس بملمس العجينة ضروري لازم تكون في إيدك عشان تحسيها ان هي اتعجنت كويس. لسه عايزة مية، لسه عايزة دقيق. صراحة انا بحب العجين بالضبط بعجن بايدي. وهنا بعد ما قلبتهم مع بعض وعجنتها شوية كان شكلها كده، بجيب شوية زيت زيتون. بعد ما بغسل ايدي كويس، طبعا ايديكي بتكون نظيفة، تجيبي زيت زيتون تمسك العجين كده نفضل ايه نلم العجين كده عشان ايه نحس ان نعمل له وش. وبعمل شوية زيت زيتون تحت، بعدين بدهنها بزيت زيتون كده من فوق، وبغطيها وبسيبها ساعتين ترتاح لغاية ما اروح اخلص الحشوة بتاعت البيتزا، وبعدين ارجع لها
وهنا حبيبي بعد ما عدت الساعتين كنت انا قشرت البصل وقطعت الفلفل وكل حاجة، هبقى اوريكم بعد ما اخلص. بحاول ان انا افضي كل الهواء اللي كان جوه العجينة، بفضل اضغط عليها كده واطلع الهواء اللي فيها. وهنا حبيبي العجينة بتاعتي بعد ساعتين كده خلاص تمام، جاهزة معايا. بنزلها واحط عليها شوية دقيق وافردها كده في ايدي. انا عندي صينية واحدة كبيرة اللي هستعملها للبيتزا، عشان كده خليت العجينة كبيرة. لو عندكم صينيات صغيرين اقسموها على 4 ولا 3 على حسب اللي انتوا عايزين. وبفرد العجينة كده كويس زي ما انتوا شايفين حبايبي بالطريقة دي، زي ما قلت لكم على حسب الصينية اللي. وهنا حبيبي انا شلت من العجينة حاجة بسيطة على حسب، خليت على حسب الصينية بتاعتي عشان العجينة ما تجيش بتاعت البيتزا تخينة كتير زي ما انتوا شايفين كده. بفضل اظبطها على الصينية بتاعتي، ولا بحط زيت ولا بحط دقيق في الصينية ولا اي حاجة تمام. بحاول ان انا ما اطولش عليكم الفيديو. تعالي نيجي بقى هنا للطريقة. عندي هنا سجق، وعندي كفتة لحمة المفرومة، عندي الشامبينيو اللي هو بالفطر، الفطر باللغة العربية، عندي زيت زيتون، عندي زيتون أسود، عندي بابريكا، عندي فلفل ألوان، عندي أصفر أحمر، موزاريلا، عندي 3 طماطميات طماطميات دي دايما ما بتطلعش، 3 طماطم، عندي مبشورين ومعلقة صلصة، صلصة الطماطم، فلفل أسود، ملح، رشة سكر مع الصلصة. أسيبكم بقى مع الطريقة وارجع لكم إن شاء الله.